أنا أؤيد الترحيل القسري ولا أرى فيه شيئاً غير أخلاقي. ديفيد بنغوريون. مثلت الأرض الفلسطينية جوهر الصراع العربي الصهيوني منذ بداية القضية الفلسطينية وفي جميع مراحلها ما قبل النكبة وبعدها. لقد تعرضت مدينة القدس تاريخياً لعملية تطهير عرقي، ففي عام 1949 من بين 40 قرية في القدس تم تهجير سكان 38 قرية، ما يقارب 73,258 نسمة، وأيضاً تم تهجير معظم الأحياء العربية في القدس الغربية. كما تواصلت سياسة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين بعد قيام إسرائيل باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والجزء الشرقي لمدينة القدس سنة 1967. طرد المقدسيين من بيوتهم هي معاناة تفوق الوصف. تعتبر عائلة الحاجة رفقة الكرد ام نبيل واحدة من 30 أسرة مهددة بالترحيل من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. على الرغم من عمرها الذي تجاوز 87 عاماً، تم الاستيلاء على منزل ام نبيل الكرد، حيث اقتحمت مجموعة من المستوطنين المنزل عند الساعة 2 فجراً، وتم الاعتداء على الحاجة ام نبيل الكرد ونقلت على أثر الاعتداء إلى المستشفى، وقام المستوطنون والشرطة الإسرائيلية بإخراجهم إلى الشارع وبرمي ممتلكات وأثاث العائلة إلى خارج المنزل. أنا كنت قاعدة في البيت الصبح بدري بشرب قهوة، دخلت واحد علي لابو لي هذا العفش لمين؟ قلت له أنو عفش هذا؟ طلعت برا لقيت برا ملان يهود في شباك تأتي، إحنا حاطين كرتون على شباك البيت اللي مبني تبع ابني، في خيال وجي في في الدار مفتوحة دار ابني، جيت عبرت على الدار لقيت الدار ملانة ولا 50-60 مستوطن فيها، بتطلع بحملوا بهالغراض هاي زي أنت ما أنت شايف الأولاد الغراض دول وبكبها برا، بقول له عفش ابني عفش ابني، مسكته هيك قام ضربني بإيدي هيك زاد الضرب علي أنا. وبعديها بعرفش إيش صار، أجوا هاليهود وتموا قاعدين في بيتي، من كتر ما أنا زعلان يعني مقهورة وزعلانة وإشي ارتميت في الأرض ونيموني بهالمستشفى. نعم تاتر نعم يلا واحد حبيبس. وأنا من يومها إيدي بتوجعني والله ما بقدر أحمل إشي منها هاي. وكانت مناطق الشيخ جراح وسلوان ووادي الجوز وجبل المشارف سكوبس ما زالت هدفاً للنشاطات الاستيطانية منذ عهد الانتداب البريطاني، عندما بدأت المجموعات اليهودية ببناء مجمع الجامعة العبرية، وفي حال تم استكمال المخططات الإسرائيلية في منطقة الشيخ جراح بالاستيلاء على الأرض سيتم طرد وتهجير ما يزيد على 500 مواطن فلسطيني، ولديهم مخطط معلن لهدم المباني الفلسطينية في الحي وعددها 28 منزلاً من أجل بناء 200 وحدة استيطانية جديدة. وبعد حرب عام 1967 ادعت جمعيات يهودية بملكية هذه الأرض، ويؤكد أهالي الحي بأنهم يملكون وثائق تثبت أن أراضي الحي مملوكة بأكملها لأحد سكان المدينة العرب، وإن كافة ادعاءات ملكية الأراضي للمستوطنين باطلة وغير قانونية. شيخ جراح مدبرين في يوم. كل سكان الشيخ جراح الذين يعيشون اليوم في الشيخ جراح هم 40 عائلة، حينها في 55 أو 56 كانوا 28 أو 30 عائلة. نتيجة لحرب 48 المئات الكثيرة الآلاف من العائلات هجرت أو طردت غربي المدينة ووصلوا إلى شرقي المدينة. إحنا جينا من حيفا مهجرين سنة 48، أنا جيت عهون قعدت عند دار أهلي بوادي الجوز، بعدين استأجرنا بيت هيك 4-5 أشهر وأجت الإحصاء حصت النورة أعطتنا كروت حصونا أعطونا كروت مؤن، بعد كروت المؤن سنتين ثلاثة قالوا في دور مبنية للاجئين، قدمنا وطلع لنا كارت طلع لنا دار في 56.
هذا البيت من يوم ما أخذوا حماية له 54 سنة عايش فيه، من يوم أيام ما هم لاجئين من سرفند الخراب، فهم لجأوا أجوا على البلاد على القدس هوني، فأخذت كارت الوكالة أخذت منا كارت المؤن وسلمتنا وحدة السكن هاي. جاءت وسكنت في سنوات الخمسين في خيم في حي الشيخ جراح، وتم اتفاق مع الحكومة الأردنية لحل مشكلة هؤلاء الناس الذين يعيشون في الخيام، وتم اتفاق بين الحكومة الأردنية والأمم المتحدة، والحكومة الأردنية أجرت هذه المنطقة التي نسميها اليوم الشيخ جراح وتقيم هناك بيتاً. قعدنا فيها من 56 ل 63 توفى زوجي، بال70 صارت اليهود صار في مشاكل، يعني أول لجينا ما شفناش ولا يهودي. بدهم أرض بدون شعب، بدهم يزرعوا شعب غريب مكاننا في هذه البلاد، ولكن بصمود أهلنا بوقفتهم الموحدة من الجليل ومن النقب ومن المثلث ومن القدس والضفة الغربية وقطاع غزة راح نظل شوكة في حلقهم. في أربع عائلات اللي في وقته وقعوا على اتفاقية ولم يدفعوا إيجار، ولم يطلب منهم أن يدفعوا إيجار إطلاقاً. هو جايب لنا توثيق وهنا الورقة بالعبراني، قال امضوا. قلت له عايش نمضي، هذه ورقة عبراني، جيب لنا ورقة في العربي لنعرف عايش نمضي عليه. في هناك مغارة اسمها شمعونة صديق. أنا بسأله مين قال لك إنه المغارة هيك اسمها؟ أنو قال لك إنها مغارة يهودية؟ قال ما بعرفش. وهذا هو الوضع. بدعوا إنه هذه الأرض إلهم، بينما ما إلهم ولا شبر واحد بالأرض، لأنه جماعتنا راحوا المحامي تبعنا على تركيا وجابوا وراء وقدموها للمحامي اللي هون لليهودي. اليهودي أول محكمة قالوا نادي جبتوها متأخرة. وفي تشرين الثاني عام 2008 تم طرد عائلة الكرد إم كامل ومحمد الكرد بالقوة من منزلها، وبتاريخ الثاني من أغسطس 2009 استولت المجموعات الاستيطانية على منزلي الغاوي وحنون تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود، حيث تم طرد 53 مواطنا فلسطينيا من ضمنهم 20 طفلا وأجبرتهم بالقوة على ترك منازلهم، وأصبحوا يقيمون في خيام قبالة بيوتهم التي استوطنها المستوطنون. لما أخلوا إم كامل جوزها بعد أسبوعين مات حزن وألم لأنه أخلي من بيته، يعني قتلوا البشر والشجر، شجرة الليمون هذه يعني هي انتحرت ولا ماتت ولا قتلت. ماتت حزن على الأولاد اللي كانوا يلعبوا تحتيها، ما تتحزن على أهلها اللي كانوا يسوها، يعني بعد عليك تشوف الشجرة بتموت قدام عينيك وانت مش قادر توصلها تسقيها نقطة مي. يعني مش بس أنا اليهود يعني أجت وأخذت بيتي، كمان جيراننا دار الغاوي قبل 5 أشهر أطلعوهم من بيتهم وسكنوا اليهود رأسا في البيت وقعدوا 4 أشهر بالحارة، يعني هن أولادهم أولادهم يروحوا على المدارس ويرجعوا على الحارة، ودار الحنون كمان نفس الإشي. يجوا من المدرسة هون لدراسة وكل شيء لحد المغرب لبعد المغرب، يعني بس زي ما تقول بس البيت زي أوتيل إنه بس بننام فيه وبنرجع، لأنه لما آخر مرة لما شتت الدنيا وحياة الله ما أزل إنه الفرشات تحتيهم نقعت، نزلت العلامات شوي بسبب الوضع والحالة النفسية طبعاً، لما صارت الشرطة ظل باستمرار تأخذ الخيم ومستوياتها صار وضع صعب جداً. الأول كنت يعني هين أطبخ على الغاز الصغير أحممهم يناموا ودراسة كل شيء، يعني الطاولة هاي شايفين تستفيد منها إنه أول ما ينزلوا الشرطة تلاقيهم محملون. أنا من بيت حنون أطلعونا اليهود ب2/8 شردونا من بيوتنا، أولادنا بيجوا من المدارس بيجوا على الحارة، فيش بيت يقواهم، فيش استقرار ولا أمن بعد فيش بيتنا. إنا يعني 5 أشهر نازلين بالسادس وإحنا مشردين. من بعد ساعة ما أخلونا
اجوا المستوطنين قعدوا بالثلاث بيوت، بعد بساعة اجوا قعدوا. اول شيء كانوا يجيبوا المستوطنين الصغار الشباب الرعاع هذول من اجل تخويف عن الحي. انت مجنون يا مجنون. صومي يروشلايم، يروشلايم ليش لخيم، صومي يدنا بيت. مجنين مجنون 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 وكمان يقتلونا موتونا. فاهم شو بحكي؟ فاهم على أي ولا مش فاهم؟ ولا عمل حالك أهبل؟ فاهم؟ الشرطة والمستوطنين متعاونين جدا. لو إنه هذا بيت لشخص إسرائيلي وأخذوه، ليش يجي يسووه معتقل؟ بس هم متعاونين بالاعتقال ومتعاونين بالمعتقل المؤقت اللي بسووه بدار الكرد. حتى في بعض المستوطنين كانوا على سطوح دار الغاوي يقولوا كسبنا. بيجي ابن بنتي الصغير امبارح كان عندي هون وراح يركض على باب البيت هناك يقول لي تاتا تاتا، بدور على السيارة خاله وين تاتا تاتا تاتا، حملته وجبته يعني تعرفش يعني.